السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة، مقطع جديد للإبيكس ليجند. طبعا أنا سويت مقطع من شوي أو اليوم على التحديث الجديد للإبيكس ليجند، وبس حابب أوضح لكم شيء على الإيفو شيلد، الشيلد الجديد. طبعا فيكم تشوفوا عندي الشيلد حاليا في خمس نقاط حمر، طبعا راح أشيله عشان أرجيكم كيف بيصير لونه أحمر. طبعا الفرق بينه وبين الذهبي بس أربعة، بس هذا الأحمر بتحصلوا خمس وحدات، بس مش هلأ، وقت يلي بتلفل عندكم الشيلد. تمام، الحين أخذت الشيلد، بس باخذ سلاح عشان أوريكم كيف بصير له ليفل أب، ومنحاول نروح. طبعا مثل ما خبرتكم هذا بتلفل عن طريق الدمج يلي انت بتساوي للشخص الثاني. شوفوا كيف حاليا صار لونه ازرق. طبعا في ارقام فوق يلي هي 266 او 266، لازم تساوي 266 دمج عشان يفتحوا لك الشيلد يلي بعده. وخلي ببالكم وقت تساوي ليفل اب للشيلد بضل فيها نقطة واحدة، طبعا ما بتتعبى كلياتها، مثل ما شفتوا كان ابيض بنقطة، حاليا صار ازرق نقطة واحدة، ما تعبت النقطتين. وهلا بتشوفوا اللي بعده. حاليا اللون الايبك، طبعا الايبك كمان نقطة واحدة، ما تعبت الاربع نقاط كلياتها. ومنشوف شو بيجي بعد لون الايبك، يعني لازم تساوي حاليا 432 دمج. حاليا صار الاحمر يلي هو الماكس، طبعا فوق الاحمر حتى لو دمجت اكثر ما حيجيك اي شيء لانه ما في ارقام موجوده كمان. الفرق بينه وبين الشيلد الذهبي هذا ميرا بوري شيلد هير، انه الذهبي وقت انت بتعبي الشيلد تبعك بيكون اسرع، بس هذا حيكون تقريبا الوقت القديم نفسه اللي هو 10 ثواني. نتاكد، بينما الشيلد الاصفر بيكون اقل من هيك بكتير، يمكن 6 ثواني على ما اعتقد او اقل، هذا الوقت تبعيته. تمام، هذه الابديت على الايفو شيلد اللي اسمه ايفو شيلد. والجديد اللي صار كمان لو بتلاحظوا، حناخذ قنابل، اخذنا تنتين من كل واحدة بالابديت القديم او اللي كان موجود، كان يطلع لك كل قنبلتين بسلوت او بمكان واحد. حاليا سو كل قنبلة بمكان، يعني ما عاد تقدر تاخذ تنتين وياخذوا مكان واحد. وكمان في تغيير على الباكس الموجودة، الشنط زادوا تنتين لكل شنطة. هذه الازرق كمان زادوا لها تنتين، وفي عنا الايبك زادوا لها تنتين، واخر شيء الليجندري. وكمان بخبركم على، طبعا في شغلات كتير تغيرت على الأسلحة، وبورجيكم سلاح يلي هو السلاح المفضل عندي يلي هو البيس كيبر. ناخذ البيس كيبر، هلا بتلاحظوا قديش في أمو، طبعا الأمو كان 6 بالأبديت، حاليا نزل على 5. وفي شغلات كتير تغيرت بالتحديث هذا، بحط لكم انا الديتيلز تبعيتها بالديسكريبشن، تقدروا تفوتوا وتقروا الشغلات اللي تغيرت، بس هدلون اهم الشغلات اللي تغيرت حاليا بالابديت. وفي كمان عنا البلود هونت كمان زودوا المدة تبعيته. التيميت، نجرب نساوي الالتيميت. طبعا في نرف كتير صار للاسلحة وللليجندريز.
باقي بعد خلينا اسوي اخر مرة. تمام، هلا هذا الوقت زاد للبلاد هاند. Calling upon nature's strength. لو لاحظتوا 35 ثانية زودوا 60 بتكون موجودة متأكد صراحة لأن قريتوا على السريع الأبديت من الباتش نوت تبعيته. تمام يا شباب، هذا هو الابديت بشكل عام، الجزء الثاني على المقطع اللي سويته قبل شوي. لو نسيت حط اي شيء انا بالمقطع خبر كومنت، بس اللون اهم شيء تغيرت في الابديت الجديد. شكرا على المتابعه ونشوفكم قريبا بمقطع جديد على الباتل فيلد 5 ان شاء الله، والتحديث اللي هو 6.2 بنزل مقطع اليوم او بكره، طبعا هو البكره حيكون التحديث تبعيته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير.